الثانية صباحاً 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل فوري. خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس البلغاري رومن رادف، شدد الرئيس السيسي على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل دولتين، محذرا من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة احتمالات توسع الحرب إقليميا وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون إلى أفاق أرحب في مختلف المجالات وخاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين. كما تناول الاتصال كذلك الأوضاع بالشرق الأوسط وبقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. ومن جانبه ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية، ومؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم بالمنطقة. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا. وأشار المصدر إلى أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينسق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية. أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى. وحملت مصر إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية والتي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. وأكدت مصر على أن تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية، تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية والقائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتتوصل في محافظات الجمهورية فعاليات حملة إيد واحدة والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك لتوفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية لأكثر من 1.5 مليون أسرة من الأكثر استحقاقا. متابعة. We'll be right back.
بنحاول نوصل لأكتر عدد من المستفيدين مش ما عندهمش خدمة طبية متوفرة حواليهم، وبنحاول نوصل برضو للناس اللي ما عندهاش المقدرة ان هي ممكن تروح عيادة الدكتور او ما معهاش مثلا تمن كشف. بنحاول نخدم الناس على قد ما بنقدر. بننزل نشوف المكان، بنشوف ترتيبات المكان محتاج ايه من التخصصات. طبعا ممكن المكان ده محتاج بطن، عظام، رمد، مكان تاني محتاج تخصصات تانية، على حسب كل مكان محتاج التخصصات بتاعته ايه. بنقدم في القافلة خدمات طبية يعني كتير، زي رمد، بطن، جلدية، عظام، في كذا تخصص يعني. والناس بتيجي اللي عنده مشكلة ما بيجي يسجل ويكشف، يروح للدكتور يكشف على المرض اللي عنده أو الحاجة اللي وجعاه، يقول للدكتور على التخصص اللي هو فيه، وبنشخص الحالة وبنديها العلاج لو هو متوفر بنديها العلاج. الدكاترة اللي موجودة شطار جدا وزي بره بالظبط، هي بصراحة بتخدمنا هنا كمنطقة وخدمة الناس كلها، من الناس البسيطة قوي لحد الناس الكبيرة، لأن فعلا قافلة ممتازة والدكاترة بتاعتها حلوة جدا. كشف الدكتور صراحة وعمل لي مقاس جديد للنظارة واداني علاج للنظارة بتاعتي، وقال لي يعني كشف وكشف بصراحة ربنا. مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي برعاية أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية اللي بيرأسها نيافة أمبيوليوس أسقف الخدمات، بيقدم مركز الحياة الأفضل للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، اللقاء العلمي، المنتدى العلمي الدوري للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، الحضور من أباء كهنة ومتطوعين مهتمين برفع الوعي ومساندة مرضى الصحة النفسية ومرضى الإدمان. الهدف النهاردة هنوعي بموضوعين في منتهى الأهمية. موضوع الأولاني عن الاضطرابات الشخصية وإزاي نقدم المساندة لغاية لما بيتوجه للمتخصص، والتدخين بأشكاله التقليدية وكمان الأشكال الحديثة. كمية كبيرة كتيرة جدا من بعض الأفراد بيبقى التعامل معهم صعب جدا ومرهق جدا. من هنا كان موضعنا اللي هو الاضطرابات الشخصية وكيفية التعامل معهم علشان نقدر يعني نربي كوادر قادرة على التوعية، وبالتالي بنبني أو بنشارك في المجتمع بصلاحيته بالصحة النفسية للأفراد. احنا أكتر حاجة بنتكلم فيها هي الأشخاص المنتشرة زي مثلا اضطراب الشخصية الحدية واضطرابات الشخصية النرجسية واضطرابات الشخصية البرانوية والوسواسية. دول أكتر أشخاص منتشرين بيتعبوا اللي حواليهم شوية في التعامل، فاحنا أكتر حاجة بنركز عليها ان احنا نكون فاهمين طباع الشخصية دي المفروض نتعامل معاهم ازاي، ونكون بنريحهم ونحسن العلاقة بتاعتنا مع بعض عشان ما يكونش فيه مشادات طول الوقت لحد ما يوصلوا لنا احنا كمتخصصين عشان نبدأ رحلة العلاج ان شاء الله. انا حريص على حضور كل الندوات الخاصة بالصحة النفسية او بمعالجة الإدمان. الحقيقة بنستفيد من الحاجات دي كويس قوي قوي قوي. في ندوات نعرضها في الكنيسة من خلال أساتذة متخصصين، وبندي فكرة عن الحاجات دي اللي ممكن تيجي لأولادنا في سن مبكرة. النهاردة اليوم المنتدى الجميل العلمي ده لأنماط الشخصية، حاجة إضافة جديدة للتعرف على أنماط الشخصية، ولا سيما الرواد أو القيادات أو في مجال الصحة النفسية أو الأباء في الرعاية، لأن احنا بنتعامل مع كل أنماط الشخصية، وده بيزيد بيدينا درجة ثقافة عالية في التعامل، ومن أجل الهدف ان احنا يعني نحل مشاكل الناس بقدر المستطاع. يعني بنتعامل مع أشخاص مدمنين، فبيبقى فيه تشخيص متزوج بين المرض النفسي او الاضطراب النفسي وبين الادمان بتاعه، فبنقدر نعرفه فانه في حته فنقدر نوجهه بقى ونحوله المتخصص او حاجه زي كده. فدي فرصه ان احنا بنعرف كل سمات الشخصيات، دي حاجه حلوه. فرصه كمان ان اعرف بعض الامور عن ادمان التدخين والفيب والحاجات اللي طالعه جديد. موضوع التدخين او التبغ عموما من المواضيع المهمه جدا. التبغ هو اكتر حاجه بتموت في العالم كله، سواء السجائر العاديه او الالكترونيه او الفيبس او الهيت التوباكو او السجائر المسخنه او التبغ المسخن.
الجديد ان التبغ المسخن ويك هو كمان والفيبس هم كمان بيعملوا امراض لدرجه ان في دلوقتي امراض باسمهم. الكرتونة الغذائية بيتم تحديدها على عدد أفراد الأسرة سواء أكتر من 4 أفراد أو أقل، وبيبدأ تسليم الحالة. بتفرق طبعا معاهم لأن بيكون مواد أساسية، كرتونة بتحتوي على المواد الأساسية الغذائية، طبعا بيكون في تنوع. بتبدأ تستلم الحالة كل شهر الكرتون. حاليا بنساعد أكتر من 350 أسرة داخل الجمعية، متوسط عدد الأفراد أكتر من 1000 فرد داخل الأسر. الحالة لما بتجيلنا الأول بتقدم في الجمعية، المفروض إن احنا بننزل لها بحث ميداني، بنتأكد الأول إن هي تستحق ولا لأ. في حالة إن هي هتستحق بتيجي بتقدم الأوراق بتاعتها عندنا، وبنبتدي إن احنا بنساعدها. لو هي تستحق بنبعت الأوراق بتاعتها لبنك الطعام. إذا كانت الحالة تستحق إنها تنضم معنا للجمعية بالفعل بنعمل كده وبنقدم أوراقها لبنك الطعام. إذا كانت تستحق بتكون معنا كحالة شهرية بالتنسيق مع بنك الطعام، وبتقدم لها كرتونة. الكرتونة عبارة عن في كرتونة لثلاث أفراد، في كرتونة لو أكتر من ثلاث أفراد بيكون كرتونة أكبر لأربع أفراد. الكرتونة بتحتوي على مواد غذائية بتساعد الحالة في إن هي في أساسيات الغذائية بالنسبة للحالة. والكرتونة دي بعمل منها شوية رز ليا، باكل منها بشرب منها، بتساعدني في مصارف البيت. احنا النهارده موجودين في شركه ارت لينك للطباعه، عندنا قافله طبيه عباره عن كشف مجاني لاسنان وبطنه، ومعانا كمان معمل تحاليل، وكمان عندنا حمله طبيه بالدم. موجودين النهارده في الشركه ان شاء الله هنكشف على كل الموظفين الموجودين في الشركه. احنا النهارده في ايفنت بالشراكه مع شركه بنحاول ننشر الوعي الصحي للموظفين، زائد ان في بعض الفحوصات الطبيه ليهم، زائد ان في حمله تبرع بالدم برضو ليهم. ده من ضمن مشروع الطوائف الخاص بمرسال، احنا بنحاول نوصل للفئات المهمشه. احنا النهارده عندنا قافله طبيه شامله اكتر من تخصص بطنه، وعندنا كمان معمل تحاليل، وعندنا اسنان، وعندنا كمان سحب دم وتحاليل دم وكده. عندنا حاجات كثيره جدا نقدر ان احنا نساعد بيها غيرنا. احنا النهارده في فعاليه لمه العيله تحت مبادره ايد واحده، هنقضي يوم جميل مع بعضينا النهارده. طلعنا من محافظه البحيره دار المسنين لاهالينا هناك، وابنائنا من دار الايتام في رعايه الابعديه. طلعنا طبعا من البحيره، ركبوا اتوبيس الرحله ووصلوا محافظه الاسكندريه هنا يستمتعوا بشواطئ اسكندريه. طبعا التحالف الوطني واحنا كلنا تحت المظله بتاعته بنحاول نسعد الناس، بيبقى سعادتنا كمان شعور ان احنا ادخلنا البهجه والسرور على قلوب الناس. فطبعا كلنا سعداء، المتطوعين سعداء، واهالينا من كبار السن في دار المسنين سعداء، والاولاد كمان الصغيرين سعداء حاسين ان هم في وسط اسره. احنا جايين النهارده في حمله ايد واحده عشان نبسط اخواتنا واهالينا في دار المسنين ودار الايتام. عامل لهم حفله بسيطه، هنتغدى سوا، هنقضي يوم لذيذ في مدينه اسكندريه. يعني بنقدر ان احنا نساعدهم باي شكل. اخذنا مجموعه من اهالينا من دار رعايه المسنين ودور الرعايه الاجتماعيه من بنين، اخذناهم النهارده عملنا فعاليه جميله في مدينه اسكندريه على شواطئ مدينه اسكندريه. بنحاول النهارده ان نغير لهم مودهم، يعني يكون يوم مختلف معانا ويوم جديد. خدناهم بالباص بتاعنا من الدار وصلنا اسكندريه، ردوا افعالهم معانا في الدار هناك وفي الاوتوبيس في وقت وصول الرحله، كانت فرحتهم جميله جدا بتغيير يومهم، كان يوم مختلف معانا ومع شمنا المؤسسه، وبرده معانا اطفالنا من الايتام بنين، فرحتهم كانت جميله جدا بخروجهم ويوم مختلف بالنسبه لهم. والله شعور ما يتوصفش. بس احنا بنشكر الدكتوره نبيل الكاتئ ومؤسسه نبيل الكاتئ للتحالف الوطني على اهتمامهم بينا وبالمسنين وبالايتام. فرحه وكفايه علينا الدكتوره ليلى حاسه بينا وجت شرفتنا وخدتنا وجابتنا هنا، حسينا بيوم اللي احنا بنادمين عايشين، يعني الحمد لله. احلى يوم كده النهارده،
واحلى يوم مستنظرينه من الصبح ومن البارد. بنشكر الرئيس واليوم النهارده حلو وجميع مع يوم وهننزل البحر النهارده. احنا النهارده موجودين تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي وضمن مبادره ايد واحده. مؤسسه مصر خير بتقوم بتنفيذ نشاط حمله اطعام الطعام سنويا، وكمان بننتج عدد 3000 وجبه شهريا. ال 3000 وجبه دول بيتوزعوا على القرى الاكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الشريكه المتميزه، وكمان بيكون موجود مجموعه من الطهاء المتميزين اللي بينتجوا الوجبات اللي مكوناتها بتشمل نشويات وكمان بروتينات وخضار طازج وكمان ثمرة فاكهة وكمان علبة عصير، وبيكون موجود وجبات أطفال بتتوزع على الأسر اللي فيها عدد من الأطفال. إحنا بنبقى موجودين بنشرف على عملية الإعداد والطهي والتعبئة، وكمان مرحلة التوزيع اللي بيتم عن طريق التوزيع على المنازل من خلال طرق الأبواب على الأسر الأكثر احتياجا. وكمان إحنا بنراعي تنوع نقاط التوزيع عشان الوجبات توصل لأكبر عدد من المستحقين داخل المجتمعات اللي إحنا بنوزع فيها. كل فرد في الأسرة يخص وجبة كاملة متكاملة بثمرة الفاكهة الخاصة بها. وطبعا أنا بحب أشكر مصر الخير والتحالف الوطني على دعمهم لنا وعلى نزولهم على أرض الواقع وسط أهلنا في محافظة الشرقية. بنجهز خلال الشهر 3000 وجبة، الصبح بنبدأ عملية التجهيز والتعبئة والتغليف، بعد كده ننزل نوزع على كل الأسر المحتاجة. شغالين على مدار الشهر بننتج 3000 وجبة، ده اليوم 19 خلال الشهر ده. أول حاجة بنجهز الوجبات ونغلفها، وبعد كده نوزعها على الأسر المستحقة، بحيث إن كل فرد في الأسر المستحقة دي بيكون ليه وجبة يومية. النهاردة في محافظة الفيوم جايين بنساهم في فعالية إيد واحدة، هنقدم إن شاء الله تعالى 2000 وجبة جافة، بجانب 2000 وجبة مطهية، بجانب الشق الخدمي الصحي اللي بيتقدم برضو النهاردة. جهزنا الكراتين وجهزنا طبعا الكشوفات، وبعدين دلوقتي في استعداد ان احنا هنسلم 2000 كرتونة و2500 وجبة مطهية لأهالينا الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم. اتفرق لنا كل حاجة، الحفة وبطاطين ووجبات كل أسبوع وكل حاجة. مؤسسة الجرح بتعمل كل يوم الجديد صراحة، يعني غنينا عن كل حاجة. احنا هنا في قريه السراريه مركز الصمادات محافظه المنيا في اعاده تاهيل واعمار 25 منزل للاسر المستفيده بالاولى بالرعايه. تمام، احنا بننفذ اعاده اعمار وتاهيل المنزل هنا بشق تحت مظله التحالف الوطني للعمل التنموي، ابتداء من بنهتم بالاسره من البيت، بنعمل بيت كويس، بنوفر حياه كريمه، بنساعد في اعمار المنزل اللي هو عباره عن مراحل الاعمار والتاهيل. احنا هنا بنعمل استكمال للمباني. جينا هنا تعرفنا على الناس وبدانا نرفع المساحات بتاعه القريه، وبعدين بدانا نشوف الحاجات اللي هي محتاجه استكمالات، الحاجات اللي هي ما تصلحش ان هي نشتغل عليها، وبدانا نهدم فيها ونبنيها من جديد. وبعدين بدانا نشتغل شغل التعريش اللي هو الخشب، العروق والخشب والابلكاش، وبعدين بدانا نستكمل فوق كمان 50 سم، وبعدين عملنا طبقه الخرسانه، نزلنا تحت ركبنا البيبان وركبنا الكهرباء وركبنا السباكه، وبدانا نشتغل سيراميك، وبعدين اشتغلنا بقى المحاره والنقاشه. احنا بنشكر جمعيه الأغمان والتحالف الوطني على اللي عملوه معنا في البيوت. كنا قاعدين في الاول كان بينزل علينا المطر وفي تعابين وعقارب، وكان السطح ببوس، وكان مسطحين بجزوين وفلاج، وبنشكرهم انهم جم شطبوا لنا البيت بنا
وزباكة وكهرباء ومحارة. أنا بشكر جمعية الورمان إنها وقفت معانا. أنا سألتها كنا قاعدين من غير سطح بوز بس ولا مية. ساعات ما كنا منيجي نملى مية كنا منجيب أي حد بتاع ترسيكل كان خاطر يجيب شوية مال. أصبحنا الآن خدمونا ووقفوا معانا جمعية الورمان، ونشكر كل الناس اللي وقفت معانا. قدم روضة أم المؤمنين بالتعاون مع بنك الطعام المصري وجبات يومية لمدة خمسة أيام، وجبات ساخنة. وهذا العمل يقوم تحت مظلة صحية كبيرة وتجهيزات طبية وتجهيزات صحية يشرف عليها مجموعة من المشرفات، ويقوم هؤلاء المشرفين بتجهيز هذه الأطعمة وتقديمها للأطفال. النهاردة في قافلة طبية في قرية المغارزات بمركز المراغة تبع محافظة سوهاج. ان شاء الله يعني مستهدفنا ان احنا نغطي 300 او اكتر، ما يزيد عن 300 حالة، بان احنا بنلف كل القرى والنجوع وبنحاول نوصل لابعد الاماكن عشان نخدم اكبر قدر من الناس. الكشف بيكون بسعر رمزي. احنا معانا النهارده تخصصات بطنة واطفال وعظام وانف واذن وجلدية ونسا واسنان ورمد، ومعانا كمان تفصيل النظارات، ومعانا صيدلية في القافلة بتوزع العلاج مجانا، معانا معامل تحاليل، وبندي أدوية مجانية على حسب الحالة، وفي عمليات برضو تبع تخصصات الرمد بس، ونحاول نساعد يعني معهم بإذن الله. عندنا خدمات طبية بأسعار رمزية جدا، عندنا كشف وخلع، وعندنا حشو وتنظيف جير. كشفت على بنتي وخلعت لها ضرس لهنا في القافلة، وقافلة كويسة فيها جميع التخصصات. ما بشوفش كتبة في التليفون ولا أسماء ولا حاجة، لو عايز أطلب رقم بحتار فيه، فجاء عشان أكشف عيونه وأشوف يعني يهدوني الضارة. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على أطيب المتابعة. تحياتي كريم الخولي، وإلى اللقاء.